ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ندية كبيرة بين الأندية العربية، ففي المواجهة التونسية الخالصة تمكن الترجي الرياضي من تحقيق الفوز على ضيفه النجم الساحلي بهدفين لهدف، فوز أعطى ارتياحا لأبناء المدرب خالد بن يحيى قبل أن يكون الفصل في هوية المتأهل على الملعب الأولمبي بسوسة، حيث سيسعى زملاء القائد عمار جمل لتعويض خسارة الذهاب وخطف بطاقة العبور من الترجي. وبعد فوز وفاق سطيف الجزائري على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدف يتيم، سيكون حامل اللقب أمام فرصة تعويض الخسارة وتحقيق العبور إلى المربع الذهبي متسلحا بعملي الأرض وجمهور. بدوره فإن النادي الجزائري الذي حقق الفوز المرجو على أرضه بهدف السنغالي إسلا داودي لديه الأفضلية قبل موقعة الإياب. أما الأهلي المصري الذي عاد بالتعادل السلبي من ميدان مضيفه حوريا الغيني فهو مطالب بتنظيم أكثر فعالية من أجل الفوز وحجز مقعده في المربع الذهبي، خاصة وأن لعاملي الأرض والجمهور التأثير الأكبر في هذا اللقاء. لم يعد